فخور جدا لاول مره كذلك دخلت الاستاد الملعب وشفت الفرقه تاعنا مساكين يعني حملوا وجهنا كما موالف وكان عليا ذلك عليا الشرف اللي مشيت عندهم كذلك من بعد كيك الماتش وخديت معهم الصور وان شاء الله ان شاء الله يوصلوا للبعيد ان شاء الله ان شاء الله يجيبوا لنا الكاس لاول مره كاس العالم في بلد عربيه يعني هذه ما نقدرش الواحد يهضر عليها كثير يعني غير هذه البسمه تقول كل شيء تمنياتي هذا حلم ان شاء الله بانك يتحقق هذه نهار كاس العالم ان شاء الله واحد من العرب يعني يجيب لنا الكاس العالم عايشه عايشه والقلب رشا